نيجي نشوف ازاي هنعمل الكتاب. في الكتاب انا هعمله من المفروض من الرايت، تمام؟ انا خليني اعمله من الرايت فيو، هروح لللاين، تمام، و ناخد مثلا، خلينا هنا مثلا ناخد كده كده، سكيل، ناخد بقى دول سكيل تم دول كده بقى كله بنفس التساوي. هاخد رايت كليك واخد اللاين كات وهاخد الكات كده. هي الفكرة بس ان انا اعمل نقطتين هنا كده. ليه؟ عشان يبقوا التكعيبة، بس انا محتاج عشان اعمل النقطتين دول انا محتاج ومحتاج دول كده و بعد كده رايت كليك، او مش رايت كليك، خلينا على البرت سموت وعن رايت كليك واقول له اوتلاين وناخد منه اوتلاين لجوه كده. بس دي الاتنين دول والاتنين دول انا مش عايزهم، خليتهم دي ودي. انا كل اللي انا عايزه منهم ان انا اخدها كده شوية، ودي ودي، او مش دي ودي، كلهم على بعض، تمام. دول كل دول رايت كليك و تشامفر وبس، هاخدها كده شوية. وهاجي هنا تاني لاين كات وهاخد لاين كات كده، واجي على دي على الاتنين بصراحة وهاخدهم لبره، ورايت كليك على الاثنين برضو وهاخدهم تشانسل وهكبر التشانسل، تمام، بالمنظر ده كده. هضغط اتش عشان اعمل فريمنج لكله، والكتاب ده هقوم وديه ل اكسترود، والاكسترود طبعا معمول غلط، هيبقى هنا زيرو وهيبقى على اكس بالشكل ده كده بالمنظر ده. بس بتهيألي يعني يعني مش عارف، بس حاسس ان الكتاب ده هيبقى كبير، يعني كبير طوله كبير. فلو رحت لتولز وخدت ميجر ورحت حاطط النقطة دي هنا كده والنقطة، يا ربنا يا ربنا، تمام كده، و Thank you.
يخسروا حاجة بقى، ما عليه. عموما الكتاب ده كده حوالي 30 سنتي، افتكر مش عارف، بس حاسس ان انا مش مرتاح انا للسكيل بتاعه، فانا هطلع دي فوق شويه وهاخد دي كده شويه، وافتكر كده احنا بنعمل او احنا عملنا كده تمام بقى، معجم بس زي الفل يعني، مش هيقول لا. جميل، لو رحنا هنا قفلنا الاكسترود تمام، و مش محتاجين نعمل حاجه. نيجي بعد كده للصفحات، ناخد حاجه زي الكيو تمام، ونحطها للسبلاين ده دبل. بس يعني اللي هي يا دوب حاجة مش هتتشاف أساسا. هناخد كل الايدجز وهنعمل بيبي ناخد بقى الكيوب ده، مش سنتر اكسس تراكس 2، نطلع فوق نروح على F3 كده. حاجة كده أول صفحة دي هتبقى تقريبا قد ال قده يعني كده، صغيرة قوي حاجة كده. طيب بعد كده الأخ ده هنحوله editable. اوبس، قبل editable في object في caps هقول له create single object، وهم عاملها كده يعني توفر عليا خط اوبتمايز، بس برضو انا موسوس في حته اوبتمايز دي، على طول لازم يكون في حاجه، فهم قال له اوبتمايز. ف انا كل اللي انا عايز اعمله بس ان انا عايز الاول اخد UL واخد لوب، انا عايز اخد لوب. اللوب اللي انا عايز اخده مش ده كله على فكره، يعني كل اللي انا عايز اخده دول اللي هم ده كده، بس مش ده كله بقى، انا هاخده كده وعايز كنترول وهشيل دول ما
ومش عايز ده كله خالص، مش عايز كل ده، انا عايز اللي جوه ده. تمام، هشيل دول ودول، كل ده انا مش عايزه، كل ده. ولا عايز دول، انا كل اللي انا محتاجه الكام واحدة اللي جوه دول بس، هما دول اللي انا محتاجه. هروح لمش كومنتس ايدج تو سبلاين، هقول لكم ليه انا خدت ده. هاجي على مجراف كلونر، حط دي هنسميها البيج، هنحطها جوه الكلونر. اما الكلونر ده فانا هقول له انت تكلون على دي. طبعا ما شاء الله، يعني هروح لترانسفور، او مش لترانسفور، خليها سامعين، اروح لاوبجكت، طيب زيرو زيرو. ماشي، المشكله، مشكله ان احنا عايزين نخلي دول يتكرروا على السبلاين ده. على السبلاين ده بس احنا عايزين كاستم انكور بوينت، يعني الانكور بوينت دي تبقى هنا، انت عايزهم يتكرروا من هنا كده. طب هنجيبها بقى ازاي؟ نعمل سناب، سناب، وناخد ده اهي، تعالى بقى كده تاني، هنقرب قوي، نعيد سناب، حاجة كده. افتكر يعني افتكر كده يخلي عنده دم يشتغل. يعني نقدر نقول طيب احنا لو بدلناها للينير، بس الفكرة بقى احنا عايزين احنا ممكن واحدة كمان دي. ماشي، احنا عايزين بقى العدد ده او البتاع ده ياخد نفس التانية. على فكرة انا ممكن اجيبها ببلين افكت، بس يعني ممكن اجيبها ببلين افكت، بس انا حابب اجيبها ب اوبجكت. ماشي، رندر انستنسز، كل ده كويس. طيب جايز يكون زعلان من اللاين كلون، كان فعلا زعلان من حضرتك. طيب هنعمل عناية باظت. خمسين حلوين او زي الفل. تمام،
حلو كده جدا. بس يعني احنا عايزين، يعني عايز اروح هنا في مجراف واروح ل راندوم. واي انا مش عايز راندومايزيشن على واي، بس اكس انا عايز راندوم حاجة بسيطة قوي، يعني اللي هو يعني شايفين يبقى بالظبط يعني اهي كده، يعني ما يبقاش كله ما يبقاش كله سطر واحد صف واحد، تمام؟ تحس ان الدنيا نظيفة قوي، تمام. برضو عايز راندوم في الروتيشن، وليكن سالب بوينت ون، صفحة فوق صفحة جنب صفحة كده يعني. دي سالب بوينت زيرو فايف مثلا، سالب او مش سالب ليه، بوينت ون ون، تحس الكتاب ملخفن كده يعني، حاجة كده. بوينت تو هنا برضو، بوينت ون، بوينت ثري كده يعني، كده احس ان هو حاجة ريل، لان مفيش كتاب في الدنيا انا عملت كده. يعني كده في سنس انه كتاب. نروح للاكسترود ده بقى، تمام، اللي هو الاخ اللي فوق ده. و يو ال واخد الباص ده، و الباص من الناحية التانية، وده تمام. هناخد دول كده وسيلكت سيت سيلكشن، تمام، بحيث يعني يبقى حاجة بالمنظر ده. ده كده البوك او الكتاب. طبعا ممكن يبقى كتابين، ثلاثة، اربعة، خمسة، زي ما انت عايز. طبعا هتعمل الت جي وهيبقى ده اللي هو بوك. فايل سيف بروجكت ريسيت او اوبجكت ريسيت، اوكي. وكده نكون خلصنا الكتاب. احنا كده عندنا المنبه، عندنا الكتاب، عندنا الدوم، و والله ما انا فاكر كان ايه تاني، والترابيزه. كده احنا خلصنا الهيرو مودلز بتاعتنا او المودلز بتاعتنا. المحاضره بقى اللي جايه هنشوف ازاي بنجمع الكلام ده كله، اللي هو دور الراجل التاني اللي هو بيشتغل اللاي اوت. لاي اوت يعني هو بيجمع القصص دي كلها بحيث يعمل اللاي اوت بتاعه السين عشان يسلمها للي جاي. الراجل بتاع اللاي اوت ده اولا لازم تكون عينه سنسيتيف قوي لموضوع السكيل، يعني حته السكيل دي مهمه قوي، لان لو ما ظبطتش الدنيا كلها راحت ورا الشمس، تمام. اشوفكم في المحاضرة اللي جاية ان شاء الله، اللي هي هتبقى بتاعة الـ layout. سلام عليكم.